عندما يكون هناك حريق فرقة الإطفاء تلبي النداء تبذل الجهد كأوفى صديق تمد يد العون يا للوفاء ما أسرعها فرقة الإطفاء ما أنفعها فرقة الإطفاء الجميع يقول يا فرقة الإطفاء مهما يكون هناك ازدحام فرقة الإطفاء تشق الطريق تلقي التحية بكل احترام فالأصدقاء لوقت الضيق ما أسرعنا فرقة الإطفاء ما أنفعنا فرقة الإطفاء الجميع يقول شكرا يا